مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هضره الزنقه. الكلمه اللي اختار لكم طاقم البرنامج اليوم هي كلمه دمدومه. الا بغيتوا تعرفوا الاجابه بقاو معنا نشوفوا الاراء ديال الشارع المغربي وراجعين مكملين معكم. دمدومه فيها بزاف معاني، كتعني ما انت ما واصلش، ما عندكش الشخصيه اللي كاينه، مدمدم في الحياه ديالك، ما واصلش، فهمتي؟ بحال الا قلتي شي واحد غبي، شي واحد بليد، شي واحد ما شي واحد مغفل، مكلخ. خويا عافاك، شنو كتعين لك كلمه مدمدم؟ دمدومه شي واحد مستوه، مستوه، مدرم. مدرم رجوي بس بحال بحال كتاخذوا بحال 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 خدينا توام. دابا نتوما خوت مرادعين، خوت مرادعين. واخا اليوم جيت من الرضاعه، اليوم بغيت نسولكم شنو كتعني لكم كلمه دمدومه؟ انت اللي كتعني لك دمدومه؟ يعني دمدومه هو شي انسان ما كيفهم ما والو، دمدم شي واحد غني يطلع وصافي. بالنسبه لي انا عديم الشخصيه او لا، يعني ما فاهم والو، درويش ونيه، فهمتي؟ تيقولوا لي انت مدمدم، دمدومه. دمدومه شنو معناها؟ المهم دمدومه كيقولوا دمدومه، حنا كنسمعوا دمدومه كنقولوا دمدومه. مدمدم مدمدم ولا مدمدومه، شي واحد يعني ما كيفهمش. هادشي اللي كنفهم انا دابا، هادشي اللي كتفهمي شي واحد ما كيفهمش. يعني دمدومه يعني بحال ما فاهم والو، ما واصلش في الاهداف ديالك، اللي لي زوبجيكتيف ما تقدرش تحققهم. هلا يعني ناقصاش لا حوايج، ما قاري ما حتى شي حاجه، فهمت؟ يقولك هذا مالو مدمدم، دايز عليه الدكاكه، جا عليه الدكاكه، دايز عليه الدكاكه، واخا الشعب كله مدمدم. اسمعني، البرد اللي جاي يديه وصافي، البرد اللي كيديه كيديه شي جايحه. بعد نوبات دمدومه راه قاضي حاجه، والعايق هذا العايق، والدمدومه قاضي حاجه. بعد نوبات كتبغي تدمدم، فهمتي؟ تسي او ميم طون سياسه باش تقضي حاجتك. واخا انت عمرك كنتي مدمدم؟ اكثر كنكون مدمدم مع المدمدمين، ولكن ممكن نشوف راسي هو حقرك بزاف الى اقصى درجه، كتفاق تقول لي واه فاق معايا، نوض نوض معاك، او خلعتيني دابا وانا نوض معاك. دابا احتقار، احتقار بنادم تقول لي دمدم، كتحتقري كتحقري، كتحقره، ما ماشي شي كلمه. واش انت تقدري تقولي مدمدم زعما للناس، ولا كتقولي على علاش الحشومه؟ ما نقولش لي تدمدم، كتقلل من القيمه ديال الانسان باش تقول هادشي، بحال معيار وصافي. عيب شويه الا قلتي شي واحد دمدومه بحال عيطتي، فهمتي؟ انا ما نحملش اللي يقول لي دمدوم، ما نبغيهاش اللي يقول لي. دابا انت هي دمدومه ولا لا؟ بيني وبينك انا رجوله. رجوله؟ الرجوله معنى الطفوله. رجوله؟ رجوله معنى الطفوله. راجل؟ لا ما نقدرش، غنقولها لراسي. دابا انت مدمدومه؟ علاش دابا انت دمدومه؟ وما تقلقيش، اللي قال لك واحد دابا انت دمدومه. دمدومه وافشي خير. كيفاش دابا؟ دمدومه زمعانيه وصافي. دابا انت بغيتي تقولي راه كاين نيه. ما نقدرش، الا كان شي واحد يستاهل غنقولها لك. كنشوف. عمرك سمعتيها؟ سمعتها في كيلكو شانسون. فين؟ مثال؟ جون غتجي ما عرفت ديك الاغنيه اللي كيقولوا فيها دمدومه، جو سي با كون، واحد الوحده صابغه شعرها بالصفر كتبان لسينا. اش كتقول؟ ما حافظهاش. واخا شنو سمعت؟ شنو سمعت؟ كذا كتقول لي انا ماشي دمدومه جون غير، صافي هادشي اللي سمعت. ملي كتريح في الدار وكتبدا تسمع بحال هاد الهضره هادي في الاذاعه، دونك راه بحال اللي قلتي راه كنرجعوا للور، ما كنزيدوش القدام. واش عارف هاد الكلمه ديال دمدومه منين جات؟ دمدومه المغاربه، جات من المغاربه. المغاربة اللي داروها. مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما تابعنا كانت هذه آراء الشارع المغربي في كلمة ديال دمدومة. كاين اللي عرفها كاين اللي ما عرفهاش. نتوما ما بقى لي غير نقول لكم حلقتنا انتهت، كنجدد بكم الموعد بحلقة جديدة مع كلمة جديدة. من هنا لتما كنقول لكم تبقاو على خير وصيام مقبول.